هذا الذي تعلمناه. قام برني وقام برني سنين توجيت وراك يسنو بنجرو. وإذا تعلمنا وعملنا ماذا نصنع؟ قام برني اتوجبني وصدفا مالك تيانا. ندعو إلى هذا الذي تعلمناه وعملنا به. نعم اتوامنا بيسنو بكبو. نعم. والرابع؟ الرابع لابد أن نصبر عليه. لابد أن نصبر على ماذا؟ نعم. أمرفا أبصري أبيزا كابو ما لنا تبصر إيه ما لنا تبصر نصبر أولا ما لنا تبصر على التعلم على العلم نعم لما فاو والثاني على العمل ثم نصبر على العمل لما فاو إلمي لا تصبر ثم نصبر على النعمة ثم نصبر على الدعوة ثم نصبر على الدعوة نعم إيه أنا دعوة لا تصبر صنعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب على أسئلة القبر قام خنا هنداو بيا دنيا رات دلائنا أمريكا ستموس وعلى أمريكا دي بسود الدنيا ما هو الدليل على المسائل الأربع مسائل الأربع أرت دليل في الجماعة ركبا سودا مريكونا تدبتنا نعم سورة العصر أصبر نعم سورة العصر هي دليل في الجماعة اقرأ ما سورة العصر كالي بسم الله الرحمن الرحيم كانت يمرم آية نعم والعصر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر ولله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وليس لنا أن نقسم إلا بالله ربي سورة العصر إنك خطي ربي وافد إنك خطا قرون تموافد إنك خطور نعم كل إنسان أقسم الله سبحانه وتعالى على أن كل إنسان فهو خاسر واستثنى من الخاسرين من تعلم وعمل ودعا وصبر المنا ما هو دين وخسارة خيصة جرجت ربي تبدي ورع أماني درجة خيري ولدامي صبر مالي جرجت ربي تبدي وقو قرآن كرام قدن أوجيه في نرام بدينا نعم من يعرف أقسام الصبر الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما هي صبر ما كسرت بوجما إيه تنايما من يعرف أقسام الصبر نعم هاي حركة بس نعم حركة بس ليش أنا ما هي هم بيتجادلون نعم يقول ينقسم الصبر إلى ثلاثة أقسام. صبر سنتي بودا مجي. الأول الصبر على طاعة الله. الصبر على طاعة الله حتى تؤدى يصبر على الصلاة على الصيام. نعم. خدرات عربي لا تبصرا. بعد عربي لا. كالصلاة والصيام. أك صلاة أك صومنا لا تبصر. الثاني. الثاني الصبر على معصية الله. الصبر عن معصية الله. خطأ أن يقول الصبر على معصية الله عن يعني يبتعد عن المعاصي. أمر صلى الله عليه وسلم معصية ربي لا أصلا إن جرو على جي على أن قرأ تجيتي بدي إن خطأ هذا. الثالث الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله ما يقدر الله على العباد مرض أو فقر أو فقد قريب مرض مثلا. صبر إن مثلا فقد قدر ربي لا تصلا أبوك ساتو زواته فقير مسكين ما تو إرادة صبر ولا نعم إذا هذا هو القسم الأول من الكتاب أولا درات بنجا كتاب حيسا كتاب كتاب كشان تبودا مجمنا أولا تكفتوف الرجل جيتو ما هو القسم الأول من الكتاب الرجل يقول أن جافي وانقرادني من القسم درات كتاب انت خكاة خنكين جمالي خلي هذا يرفع رجلي نعم المسائل الأربع هذا القسم الأول تمام. هذا القسم لو كوني درا مسائل الأربع على الراجل سورة العصر سورة العصر نعم ما هو القسم الثاني في هذا الكتاب اسم الله ما فارغ كنت كتابة قد تقول له مالي نعم المسائل الثلاثة نعم المسائل الثلاثة قبل سديني المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة مسائل الثلاثة جدوا بي الأصول الثلاثة أسئلة القبر ولدة أسئلة الثلاثة جنة قابي قبري تياكي كدا دا مسائل الثلاثة موغا كتاب تخيصت كرادني من جرابيتا نعم
قبل أن نشرح المسائل الثلاثة نسأل ما هو التوحيد. أدوم مسائل الثلاثة سنسيرين جمرين مين توحيد التوحيد نايمة. لأنه قد يقابلك إنسان في الطريق يقول أنت موحد تقول نعم يقول ما هو التوحيد. ما اللي نامي تبغى خلاص يستلفين أنت موحد أنت توحيد موحد إلى إيه الثاني توحيد ما لسنجا هم أبدا أنا أبو مين توحيد الاتمادة. ما هو التوحيد نعم. إفراد الله سبحانه وتعالى. إفراد الله سبحانه وتعالى. أن يفرد الله لا يكون معه شريك. نعم إفراد الله. ترجم. إفراد الله ربي بالتابع شورا. العبادة. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. أشياء خاصة بالله لا يمكن أن يشارك فيها أحد. ربي وأنا سخيتنا من كل تشرب من ده خيسة بالتابع بمورا. من توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ربي قرتي خالق رازق كرونا. لا تشرح توحيد الربوبية فقط. نعم. توحيد الربوبية راقتين. وتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية راقتين. وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات راقتين. إذن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من أنواع التوحيد الثلاثة ربوبية ألوهية أسماء وصفات. هل ما هو إفراد وعنيتي بالتابعات إيه ربي بالتابعات ولربي تبيتي على كسر سن ربوبية ألوهية أقسم أسماء صفاتي لي. تمام. هذا معنى أن التوحيد أقسام ثلاثة. كم معنى توم النساء اللي تقولها ما جبتوه تسيني قالوا الأول توحيد الربوبية. ما سدين سر ما سر جوابنا إن دراسة الربوبية. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الربوبية إفراد تبيتي على سن أفعاله ساتي. بأن الله هو الخالق. ربي إني هو مباجني. الرازق. سنياتي سنياني. تمام. الثاني توحيد الألوهية. لما فاتوا إلى الألوهية. توحيد العبادة. أما اللي توحيد توحيد العبادة. ما هو توحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يعبد إلا الله. ربي ما لو نقبل ممكن وجدته توحيد الألوهية. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. عبادة على ربي تابعه. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد الصلاة والصيام والذبح. نعم. عبادان دلقان قبروني دلقان كل عبادان قبروني دلقان كل ربي ملوان براته التوجيه ربي بالتعبازه عبادان قبروني دلقان كل أفعال العباد يعني الثالث توحيد الأسماء والصفات. سلفات رجل الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. إنمو ربي متابعه مقاساتي بصفاته ساخيصة. نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وأثبت وعربي في رقائس إنما رقائس بنام. نثبت كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى نفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول ربي صلى الله عليه وسلم إسارة رقائس بتسري رقائس بنام. ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. لا يمكن أن يكون الخالق الكامل مماثل المخلوق الناقص. رب مخلوقة فكات الرئيسة لكل ليسنا إنما يفكات فكيكه. نعم من يعيد علي هذا الآن تعريف التوحيد وتعريف أنواع التوحيد الثلاثة. من وأن ما تبدأ الردي بيسن كيساي فقط وما مدبر الإرادة بغير سنة مدبر. نعم. أولا التوحيد ما هو؟ توحيد مالك. هذا كله لا يتفرد الله بمالك خلاص. نعم. سألوا بقفر الآن. ما هو التوحيد؟ توحيد مالك. هو إفراد الله بما يختص. إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ربي متابع رواني تخصص مرتي. أسماء الربوبية مرة أقسم أقرتي ألوهية را أسماء صفات خيساتيس توحيد الربوبية ما هو؟ توحيد الربوبية كمان هو إفراد الله بأفعاله. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. يا ربي إفراد الله سبحانه وتعالى بالأفعال. تمام. توحيد الألوهية توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعباد. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعباد سبحانه وتعالى بالرامدنا. توحيد الأسماء والصفات أن نثبت بما أثبت الله. نعم نفسه. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. إفراد الله ربي بالتابع بأسماء وصفاته.
مكاي ساتي بصفاتي ساتي ولا بيتابع سودان. طيب الآن نذكر المسائل الثلاثة القسم الثاني. أما القسم الثاني يوفي بود المفهوم مسائل ثلاثة. المسائل الثلاثة، المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات، هذه المسألة الأولى. مسألة درا توحيد الكيسة قبدي إفراد الله بالعبادة الكيسة قبدي مسألة سديدة مسألة درا. المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. مسألة درا إفراد الله بالربوبية وبالأسماء والصفات لم ربنا أسماء صفاته كذلك بتاعته المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالألوهية. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. نعم. من يعيد لي علي هذه المسائل الثلاثة؟ من مسألة سديد الندر الناديب يا عم. نعم. المسألة الأولى. مسألة درا إفراد الله ربي بتعباده في كيسا قبل. بالربوبية وبالأسماء والصفات، هذه المسألة الأولى. ربوبية إساتي بأسماء صفات إساتي بتعباده. المسألة الثانية. مسألة لما فاوي. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة.